القرطي عنده ضمير، رايح على السادس صوب الاخوان بنغال في جليب للشيوخ، شافوا الدوريه تركوا اغراضهم، قنفات، غساله، تركوهم على الخط السريع ونحاشوا. هالشرطي وقف وياب له سياره وانيت، شيل الاغراض، قال عيب والله نخلي الاغراض على الشارع. والله هذا الشرطي اطالب وزير الداخليه الشيخ محمد الخالد، واطالب الفريق سليمان الفهد وكل المعنيين في وزاره الداخليه بتكريم هذا الشرطي، والله العظيم يستاهل التكريم. شوف التاريخ. وقفت حق بنغاليين حوالي 20 واحد كانوا واقفين عند الزاويه الشارع، وخامس اشكالهم كذي قاطين هالغراض، مظهر غير لاق جدا للديره. كذلك توني وقفت لي ونش عشان يشيلهم لان حاشوا غير قانوني، حطيت بالونش قطع بالزباله لمنطقه ثانيه عشان المستوى هذا الفاشل اللي لازم تعامل وياه. الله يعطيك العافيه. وانا اطالب العميد عادل الحشاش، اذا ممكن تعرفون هالشرطي اللي عنده ضمير ويسمحونا باكر نسوي مداخله معاه، واشكره على الهوى على تصرفه النبيل، نبي عيالنا كذي، اتمنى وتكريمه حتى يكون مثال، وكثير من رجال الامن لهم دور كبير في الحفاظ عليه. طبعا انتم تعرفون مستوى الرياضه عندنا